شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه لوفي فارجع شوفها الاول في الاجزاء اللي فاتت شفنا في جابانكا اكتر شخص ذكي في العالم قابل لوفي وبدا يحكي له اسرار مهمه جدا وعرفنا كمان حقيقه العملاق الالي وعرفنا انه هو الوحيد اللي هجم على الماريجوا قبل 200 سنه ولكن بسبب ان الطاقه نفذت منه اتوقف عن الحراك وعرفنا كمان ان حلم في هو ان يصنع طاقه ما تنتهيش ابدا طاقه بالمجان كل الناس اللي في العالم تستخدمها ولكن وهو بيحكي لوفي بيطلب منه طلب غريب جدا طلب ما كانش حد فاهمه غير لما فسره بيقول له انا عاوزك يا لوفي تاخدني معاك من هنا باسرع وقت وده علشان عرفت اسرار كتير عن التاريخ والحكومه كشفتني وكل شويه بقت عماله تبعت لي مجموعات من السايفر بول علشان تقتلني ولكن السفن اللي كان بتنبعت كانت بتختفي ومحدش يعرف مكانها لحد ما اخيرا الحكومه قررت تبعت اقوى جنودها مجموعه السايفر بول زيرو مجموعه روبل لوتشي بيقف لوتشي على السفينه وبيفكر هيعمل ايه بعد ما كشف فبي بيكلم بقيه المجموعه وبيقول لهم حضروا نفسكم لاننا هنتخلى عن السفينه ديت حالا بيقول له كاكو يعني ايه الكلام ده قال له احنا هنستعمل قوه الصرافيم اللي معانا ونطير لداخل الجزيره وبكده هنتجنب اي معارك ملهاش لازمه وساعتها فعلا بيستخدموا قدره الصرافيم اللي هي نفس قدره كوما وبيطيروا الى جزيره الايج هيد وبعد ما بيمشوا طبعا الوحوش المسلحه هجمت على السفينه ودمرتها بالكامل وده بقى اللي حصل مع سفينه لوتشي وقتها لوفي والباقيين بيسمعوا بيشوفوا الانفجار اللي حصل على الجزيرة بيقول فيجا بانك ان اكيد سبب الدمار ده هم مجموعة السايفر بور زيرو المجموعة اللي ما بتتحركش غير باوامر التنانين السماوية بيقول لوفي هم ازاي بقى بيتسموا بهذا الاسم اللي انا فاكره ان كان اسمهم السي بي نايت فبيقول له جيمبي ايوه يا لوفي بس دول منظمة تانية ودول لما بيتحركوا بيكون في حوادث كتيرة جدا بتحصل بسببهم بعدها بقى بنشوف لوتشي والفريق بتاعه وصلوا للجزيرة وبنشوف كاكو وهو بيكون معجب بكل شيء على الجزيرة ومش مصدق انه دخلها أصلاً. بعدها بنشوف العمال اللي على الجزيره مستغربين من لبس لوتشي وفريقه وبيقولوا ان دايما عملاء السي بي كانوا بيلبسوا بدل سودا فازاي النهارده لابسين لبس ابيض وبعدين هم ليه ما دخلوش من المينا زي ما بيدخلوا كل مره بعدها بيجي خبر تاني للعمال ان في اتنين من وحوش البحر العملاقه اتدمروا على الشاطئ وبيفهموا من كده انهم اقتحموا الجزيره بالغصب وبيكونوا خايفين منهم جدا بعدها بيكلم في جورس شاكا وبيقول له ان السي بي عدوا من المينا فبيستغرب شاكا هم ازاي عدوها وبيبدا يدور في وبيلاقي ان وحوش البحر دمروا سفينتهم فعلا وبيفهم انهم رفضوا يمشوا من الجزيره بيقول شكا انهم اكيد اتوقعوا ان الوحوش هتهاجمهم وتدمر لهم السفينه علشان كده يتخلى عنها من نفسهم وانتقلوا بقدره اسبري ودي القدره اللي مع الصرافيم اللي معاهم بيقول شكا خلاص بما انهم عازمين على قتال فما فيش حل غير اننا نواجههم وبيبدا يوجه اوامره لكل الموجودين اولا بيخلي في يأمر كل العمال انهم يخلوا المكان حالا وفعلا بنشوف الانذار بيضرب وكل العمال بيفهموا معناه وتاني حاجة بيطلب من اطلس الرجوع لمعمل الابحاث وتالت حاجه بيخليهم يجهزوا ثلاثة من السرافيم وبيخلي سنتمورا قائده عليهم وفعلا فيجورس بيحمل الطاقه وبيخرجهم من المختبر بتاعهم وبنشوف السرافيم رقم واحد واللي بيشبه مهوك اكوى سياف في العالم اسمه اس هوك اما السرافيم رقم ثلاثة هو اللي بيشبه بوهانكو ملك الجزيرة الامازون ليلي اسمه اس سنيك وبعدها تالين السرافيم اللي بيشبه جيمبي السرافيم رقم اربعة اس شارك وساعتها بيأمرهم بالهجوم عليهم حالا بعدها بنرجع لفيجا بانك واللي بيقول له لوفي انا هروح دلوقتي احضر شنطي وكل حاجتي وهاجي معاك فبيقول له لوفي انا مش عارف انت ليه متحمس كده وكاننا رايحين في رحله بيقول له جيمبي بس انت عارف ان اختفائك عن العالم هيسبب ضجه كبيره جدا فبيقول له لوفي عادي عادي انا مش ممانع اني اخدك معايا فانت كده كده راسك مضحكه يعني هو قصده ان هو هياخده بس علشان يفضل يضحك عليه لكن تشوبر بيقول له انا مش عارف يا لوفي انت بتنقلنا اشخاص شكلهم عامل كده ليه مش عارف تشوبر هو نسي نفسه يعني ولا ايه انا مش فاهم فبيرد في عليه وبيقول له تمام بما انك هتاخدني معاك طب يلا نطلع لفوق علشان المكان ده بعد شويه هيكون ساحه حرب وكمان بعد اذنكم انا عاوز اخد بني معايا لمعمل الابحاث اللي فوق الغيوم فبيرد عليه لوفي وبيقول له امال هنسيبها هنا يعني انا بصراحه هنا مش عارف مين الغبي فيهم بصراحه المهم بعدها بيقول له تمام بما انك وافقت انا هستناكم فوق وساعتها بيظهر سواد عليه وأكنه بيختفي وفعلا بيختفي من قدامهم وبنسمع صوت جيمي بعدها وهو مستغرب وبيقول ان تقنيات المستقبل دي مربكه جدا بعدها بنشوف على الجزيره وجنود البحريه عمالين يهجموا على التنين الفضائي ولكن زي ما احنا عارفين ان مفيش لا رصاص ولا اي حاجه هتاثر فيه لان هو في الاخر هو مجرد مجسم للصور ثلاثيه الابعاد فبيكلمهم كاكاو وبيقول لهم انهم يرجعوا وهو هيكفل بيه وانه كان نفسه اصلا يقاتل وحش زي ده مخلوق عجيب لا ينتمي الى عالم البحر وفعلا بيهجم عليه بضربه قويه جدا ولكن بدون اي فايده فبيرجع يهاجم عليه تاني ولكن برضه بدون اي فايده لحد ما بتقول له ان محاولته عقيمه جدا لانه هو مجرد مجسم للصور يعني مش حقيقي فبيتضايق عليها كاكاو بيقول لها انه كان لازم عليها تقول كده من بدري ما تسيبنيش اهاجم ويبقى شكل وحش كده قدامكم بيكلمها لوتشي وقتها وبيقول لها انا حاسس من ساعة ما دخلنا وانت متضايقه او فيكي حاجه غريبه وكمان انت عارفه كتير عن الاشياء اللي هنا فبتقول لصوتسي ايوه انا بصراحه من ساعة ما دخلت المكان ده وهو بيرجعني بحنين الماضي بعدها بقى بينط كاكاو في الجو وبيعرفهم انه يروح يبص ايه اللي فوق الغيوم وبيقول ان ممكن يلاقي في بانك هناك بيتكلم سوتسي لوتشي وبتقول له شايف الخطين اللي هناك دول يا لوتشي فبيقول لها ايوه انا شايفهم فبتقول لو في اي حد عدى الخطين دول له هيتضرب بشعاع ليزر وهينفجر على طول وفعلا بتشوف عند كاكو اول ما عدها انضرب وانفجر على طول بتشرح سوتس المكان وبتقول ان المكان ده بيتسمى بقبه الحدود وهو نظام دفاعي مصنوع علشان يحمي معمل الابحاث يعني يا لوتش مش عاوزاك تستخف بقدرات أسكر راجل في الوجود لازم قبل ما تتحرك في اي مكان تبقى حاطط كل الاحتمالات في دماغك بيقول لها لوتش طب وانت ليه ما شرحتلوش الكلام ده قبل ما يطلع لفوق ساعتها كاكاو على الارض من السما وبيجي لها من وراها وبيقول انت حقيره يا بيت. لكنها بترد عليه وهي مبسوطه وبتقول انا كنت عاوزاك بس تفك عن جسمك يا نهار ابيض هتقتله وتقول له انا عاوزاك تفك عن جسمك المهم بعدها بتوصل اطلس عندهم وبتسالهم مين فيهم اللي عاوز يكون اعنف منها هنا على الجزيره وبتكون رايحه علشان تهجم عليهم بيكلم لوتش سوتسي وقتها وبيسالها هي دي كمان واحده من الصور المجسمه ولا جسد ملموس فبتقول له لا دي جسد ملموس واسمها اطلس ودي واحده من نسخ في جبانك. بتقول لهم اطلس انها هتدافع عن سلام الجزيره باي ثمن وانهم لازم يخرجوا من هنا ساعتها الطاقم بيكونوا قلقانين عليها جدا وبيحذروا شاكا من روب لوتشي وانه هيقتلها بدون اي تردد بيقول لهم شاكا انا عارف الكلام ده وبيكلم شاكا اطلس وبيقول لها استني انت مش هتعرفي تعملي معاه حاجه ولكن اطلس ما بتسمعلهوش وبتجهز ضربتها علشان تضربهم لكن ساعتها لوتشي ما بيستناهاش وبيتحول للفهد بتاعه وبيروح يرزعها ضربه بتفجر لها دماغها ضربه قويه بالمعنى الحرفي يا نهار ابيض ده بيبوظ لها عينها ساعتها اطلس بتاع على الارض ما بتديش اي منطق بيكلم في جرس الجميع وبيقول لهم ان السيد شاكا امر باخلاء المكان حالا ادخلوا كل المصانع واقفلوا على نفسكم بنشوف العمال بتهرب وبيجروا زي الفيران بيقف لوتشي يبص على اطلس وبيقول هو باين انها لسه حيه انا ناوي اديها الضربه الاخيره علشان انهي عليها بالكامل ساعتها بنشوف لوفي والباقيين وهم بيجروا ولوفي شايل بوني على كتفه وبيقول ان في جابانك قبل ما يمشي عرفهم ان في صاروخ على الجزيره هنا هيركبوه ويروحوا له ولكن هم ما بيكونوش عارفين مكانه وبيفضلوا يجروا على الجزيره وخلاص وفجاه وهم بيجروا بيلاقوا لوتشي لوفي شايل بوني وطالع يجري من قدامه وساعتها الاتنين بيشوفوا بعض وبيفضلوا يبصوا لبعض جامد بيتفاجئ لوفي واللي معاه من لوتشي وبيتسالوا هو هنا ليه فبيعرفوا لوتش ان الجزيره دي تابعه للحكومه العالميه وهو حر يجي في وقت ما يحب انت بقى اللي بتعمل ايه هنا وقتها تشوبر بيكلم لوفي وبيقول له يلا بينا خلينا نهرب للاعلى لكن بيفضل لوفي واقف مكانه وما بيكونش عاوز يتحرك بيقول له كاكاو ان الامر بقى اصبح مزعج جدا طاقم قبعه القش وكمان معاهم جور لبوني كانت هتكون صفقه حلوه جدا لو كنا قتلناهم بيكلم كاكاو بقى لوتش المره دي وبيحذره انه ما يقربش لقبعه القش او اي حد من طاقمه لانه دلوقتي بقى واحد من اليونكو وما ينفعش نقتله غير لما الاذن من القياده العليا ساعتها بيدي لوفي بوني الجيمبي وبيقول لهم اتحركوا انتوا في الوقت ده بيتامن سوستا على كلام كاكاو لوتشي انه ما يتهورش ويدخلنا مشاكل بدون الاذن وبتقول له كمان انه دلوقتي قبعه القش بقى واحد من اليونكو واكيد ليه اتباع وعلشان ندخل معاه في معركه اكيد اتباعه هيجوا وهتحصل حرب وبتامر واحد من اتباعها انهم يبلغوا المقر ويعرفوهم هيعملوا ايه بعدها بنشوف لوفي اللي بينصدم لما بيشوف اطلس متدمره وواقعه الارض وبيامر تشوبر بسرعه انه يعتني بيها لكن تشوبر بيقول له ان اكيد فرانكي هو الملائم لهذا النوع هو انه ان علشان اطلس من السايبورج يعني فهو مش هيعرف يعمل معاه حاجه فبيغضب لوفي جامد وبيسال لوتشي انت ليه عملت كده لكن بيكلمه لوتشي وبيقول له خلي بقك مقفول وما تعملش حاجه ده امر حكومي وانت مالكش دعوه بيقول له لوفي انا مش عارف ايه السبب اللي خلاك تيجي هنا ولكن البنت دي قدمت لي وجبه طعام وبيبص له بصه يا جدعان شكله هينقض عليه وشكلها كده في الحلقات الجايه هتولع بجد ما تنساش بقى تحط لايك واشتراك وتصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلا سلام لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من ون بيس فارجع شوفها الاول شفنا مع بعض دخول السايفر بول الى جزيره الايج هيد وشفنا كمان لوتشي واللي اتحول للنمر بتاعه وضرب اطلس نسخه من فيجا بانك وساعتها لوفي بيكون ماشي على الجزيره وطالع عند فيجا بانك الاساسي ولكن وهو ماشي بيشوفهم بالصدفه وبيغضب جامد جدا من اللي لوتشي عمله وبيبص له بصه كلها رعب وبيقول له يا لوتشي ليه عملت كده وبيجي لهم الاخبار ان قراصنه قبعه القش موجودين على جزيره الايج هيد فبيتضايق من الموضوع ده وبيسالهم طب هما هناك بيعملوا ايه فبيقول له الشخص اللي قدامه ده من التقارير اللي جات لنا من هناك فهم الى جانب فيجا بنك بيقول لهم اكاينو شفتوا المصايب بتجيلنا لحد عندنا بيقول له الشخص الثاني ده اكيد ان محاوله نزول السي بي زيرو على الجزيره ما كانتش مهمه سالكه فبيقول له اكاينو اكيد فيجا بنك اكتشف ان السي بي زيرو جايين علشان يقتلوه وعلشان كده مرضاش يدخلهم بيقول له الشخص ده اكيد يا سياده القائد بيقول له اكاينو ان الموضوع ده بمثابه اعلان حرب كانوا المفروض شويه البقر دول ياخدوا الأول بيقول لهم أكينو إن لو فيجا بونك اتحالف مع قبعة القش ده هيسبب خسائر كبيرة جدا في الجيش عندنا وبيسألهم هو فين كيزارو لكن واحد منهم بيقول له إن الأدميرال كيزارو سمع بالموضوع ده من شوية وأخد بعضه ومشي على جزيرة الإيج هيد وهو حاليا في الطريق ورايح لهناك فبيقول له أكينو تمام أكد على لوتشي بقى إنه ما يعملش أي حاجة لحد وصول البحرية عرفوا إن ممنوع عليه يقاتل قبعة القش نهائي بعدها بقى بنروح لجزيرة الإيج هيد وبنشوف تشوبر وجيمبي وهما بيحاولوا ياخدوا المصابين علشان يمشوا من الجزيره بيقول له جيمبي تعالى معانا يا لوفي لكن لوفي بيقول له لا امشي انت وانا هبقى اجي وراكم بيسال وقتها لوتشي ليه عملت كده فبيقول له انه مش مهتم باي حاجه بيكلمه جيمبي وقتها وبيقول له ده مش وقت الافتعال للمشاكل يا لوفي يلا خلينا نمشي من هنا لكن ساعتها بيكون لوفي غاضب جدا وبيجري على لوتشي وبيدي له لكمه قويه جدا لكن لوتشي بيصدها بكل سهوله وبيرجع هو يهاجم على لوفي لكن لوفي بيقدر يصد كل ضرباته بكل سهوله هو كمان وساعتها الاتنين بيفعلوا الهاكي وبيفضلوا يضربوا بعض ضربات متتاليه لحد ما بيمسك لوفي ايده وبيضربه لكن لوتشي بيختفي من قدامه قبل ما الضربه تجيله وبيظهر من تحت رجليه له ضربه بتطير لوفي في الجو لكن لوفي بيقدر يعدل نفسه بسرعه وبينزل تاني على الارض بيمشي لوتش قدامه بكل تكبر وبيرمي عبايته وبيقول له ايه الشكل الغريب ده اللي ظهر على ملصق المطلوبين لكن لوفي بيضحك وبيخلع لبسه هو كمان وبيقول له ايه رايك فيه ساعتها يا جماعه لوفي بيفعل اقوى تحول ظهر في القصه لحد دلوقتي تحول الجاي بوي بيركز لوفي جواه وبتظهر فاكهه الشيطان بتاعته وفجاه بنسمع ضربات طبول التحرير عماله تتدرب في كل مكان وبيبدا لوفي في التحول بتاعه وبيظهر عليه الرداء الابيض والهاكي بتاعه عمال يضرب في المكان والمصانع كلها عماله تتدمر من حواليه بيضحك لوتشي هو كمان وبيقول الامر بدا يبقى مسلي وساعتها بيشوف جنبي وبيقول ايه ده اذا فهذا هو محارب بالتحرير. لكن فجاه مره واحده لوفي بيفضل يضحك جامد وبيختفي من قدام عيون لوتشي وبيضربه ضربه بترميه لاخر الجزيره ولوفي عمال يضحك ومستمتع ومش شاغل باله باي حاجه خالص بعدها بنشوف الطاقم وهم بيشاهدوا المعركه وبيكونوا مذهولين من تحول لوفي بيقول اسوب هو ايه الشيء الابيض اللي اتدلق على لوفي ده لكن نامي بتقول له لا هو ده الشكل اللي هزم بيه كايدو وقتها شاكا بيستغرب وبيقول المحارب الابيض وساعتها بيبعت اشاره لفيجابانكا علشان يجي لهم بعدها بنشوف لوفي هو لسه عمال يضحك وبينادي على لوتشي بيقول له انت هتيجي النهارده ولا هننام لبكره ووقتها بنشوف لوتشي بيخرج من تحت الحطام وبيقول له انت دايما بتتصرف تصرفات غبيه يا قبعه القش ولكن مفيش مشكله فانا عاوز اجرب تطور الجديد وساعتها يا جماعه بنشوف تحول لوتشي الخطير والجامد جدا اللي بسببه بعضا من المصانع عماله تتدمر من كتر قوته وبيظهر وقتها بشكله الجديد وفي سحابه سودا لفه على جسمه وبيكون ده فعلا تطور الايقاظ لفاكهه قط قط نومي وبيقول له لوتشي مش انت الوحيد يا قبعه القش اللي ازداد قوه انا كمان ازددت قوه ووقتها الطاقم بيكونوا مذهولين جدا من تحول لوتشي هو كمان بتقول نامي هو شكله اتغير كده ليه ده ما كانش شكله في الماضي بينادي كاكو عليه وبيقول له توقف يا لوتشي احنا لسه ما جناش الاذن ولكن خلاص لوتشي بدا المعركه ومش ناوي ينسحب منها ابدا وساعتها بيجري بسرعه قويه جدا حوالين لوفي لدرجه ان لوفي ما بقاش شايفه ومش عارف ياخد باله منه حتى شاكه بيكون متفاجئ من قوتهم ومن سرعة الخارقه وبيقول ان الامر ده نادر جدا وبيقول كمان ان قوه فواكه الزون اللي تم ايقاظها في العادي بتتغلب على شخصيه مستعملها وفي اللحظه دي بنشوف لوتشي هو بيجري بسرعه جامده جدا وبيهجم على لوفي لكن لوفي بيقدر يتفادى ضربته ولوتشي بيكسر الارض وساعتها الاثنين بيفضلوا يهجموا على بعض جامد جدا وبيحطموا الجزيره فوق وتحت والمصانع والعمال وكله عمال يهرب من قدامهم بينادي عليه جنبي وبيقول له يا لوفي اهدى شويه انت دلوقتي ما عدتش قرصان هتتسبب بحادث ضخم لكن لوفي ما بيهموش وبيفضل يضحك وبيهاجم على لوتشي هو كمان ولوتشي مش سايبه هو كمان وعمالين يهجموا على بعض جامد جدا بعدها بقى بنشوف فيجا بانك واللي وصل عند شاكا والطاقم واول ما بيجي بيساله هو فعلا ظهر المحارب الابيض ولا لا لكن ساعتها كلهم بيكونوا مستغربين هو ازاي اصلا وصل بالسرعه ديت لكن وقتها فيجا بانك ما بيردش عليهم ولا كلمه وبيسالهم هو ايه اسم التحول بتاع قبعه القش ده لكن امي بتقول له والله احنا مش عارفين ده اسمه ايه ولكن هي مش دي واحدة من قدرات فاكهة المطاط بتاعت لوفي لكن فيجا بانك بيقول لها ان مفيش اي مخطوطات لفاكهة الجوم جومي اصلا حتى انها ما ظهرتش في اقدم الكتب بتاع فواكه الشيطان القديمة فبتقول له نامي يعني ايه الكلام ده انا مش فاهمة منك حاجة لكن ساعتها بيدخل صف في كلامهم وبيقول له حتى لو احنا قلنا الكلام ده فلوفي بنفسه هو اللي اطلق عليها اسم الجومو جومو نومي ساعتها فيجا بانك بيكون عجبه شكل لوفي جدا وبيقول ان شكله جميل قوي وده نفس الشكل بالظبط اللي كان عند الحاكم اللي تم في الوثائق القديمه فبيقول له سانجي حاكم ايه وبتاع ايه احنا بنتكلم على لوفي ده لوفي اصلا ده شخص غبي لكن بياكد له فيجا ان لوفي ده هو محارب التحرير المحارب اللي بيرسم الابتسامه على وجوه الناس ومعروف اصلا باسم حاكم الشمس نيكا فبتقول له نامي حاكم شمس ايه ونيكا ايه انا اول مره اسمع بالاسماء ديت فبيقول لها اكيد عمرك ما كنت هتسمع به ابدا لان الاسم ده تم محو من التاريخ ولكن طول ما الناس استمرت في الاحتياج ليه فمش مش هيختفي ابدا من الوجود بيقول لهم فيجا بانك ان اي شيء في العالم بيكون حقيقي وموجود لما الناس بس بتكون عاوزاها كل الاشياء المرغوبه بها قد ولدت بهذا العالم كمثال على ذلك حتى فواكه الشيطان ليها نفس المفهوم بالظبط بيقول فيجا بانك ان فواكه الشيطان عباره عن امكانيه التطور للبشر اللي رغب بيها شخصا ما في مكان معين وبيقول ان القوه دي قوه متنوعه للعديد من الفروع لمستقبل البشر اللي انا فهمته يا جماعه ان دي زي امنيه شخصي. بتقول له روبين انا فهمت دلوقتي انت بتقصد ايه الظواهر دي غير طبيعيه يعني شاذه وبما ان البحر أم من الطبيعة فهو بيكره التغيرات ديت علشان كده اي اكل فاكهه شيطان لما بيعف في البحر بيتجمد وبيموت بيقول لها في ان الاشخاص اللي بيطلق عليهم اسم مستخدمين فواكه الشيطان دول بيكونوا كائنات من عالم تاني عالم مختلف تماما عن اللي احنا فيه وبيقول كمان ان اللي تمنوهم مجموعه من البشر في مكان ما هو في توقيت معين وساعتها بنشوف لوتشي ولوفي وهم هما نازلين ضرب بعض وضرباتهم بتكون قويه جدا يا جماعه ومن اللي باين من المعركه ان قوتهم متكافئه جدا نرجع بقى لفيجا بانكو هو بيكلم الطاقم وبيقول لهم ان كل اللي قاله ده هو مجرد نظريه فما فيش داعي انكم تفكروا فيه كتير سواء كان حاكم او لا ساعتها الطاقم بينصدم وبيقولوا له ازاي يعني بعد ما تقول لنا الكلام ده كله عاوزنا ننساه كده في ثواني بعدها بنشوف قائده وحده العلوم الخاصه في مقر البحريه سنت موري وبنشوفها وهي مزاجها مش رايق علشان المفروض اليوم كان اجازتها بعدها بيتكلم في جابانكو وبتقول له انت عاوزني اعمل ايه دلوقتي بيقول لها انت هتهزر يا سنتمورا ولا ايه ما انت عارفه ان السي بي زيرو جايين علشان يقتلوني بتقول له طب ما انت عارف ان ده هيدخلني في مشكله لوحدي فبيقول لها في جابانكو معلش انا عارف ان المفروض كان لازم اخد رايك من البدايه ولكن والله ما كانش في وقت بتتغبى عليه سنتمورا وبتقول له بس اللي انا اعرفه ان السايفر بول هم الحلفاء والقراصنه هم الاعداء يعني من الاخر هي مش عاوزه تهاجم على الحكومه وعاوزه تهاجم على لوفي والطاقم وده طبعا هتعمله بالصرافيم اللي معاها لكن بيقول لها فيجا بانك انت عارفه ان في يوم من الايام انا اللي اهتممت بيكي لما كنت مش لاقي حاجه علشان تقليها يعني انت دلوقتي يا سنتمورا مدينه ليا بحياتك لازم تحميني منهم زي ما حميتك قبل كده فبتتعصب عليه جدا وبتقول له اللي انت بتطلبه مني ده ده حوار لوحده وقتها بيشوفهم كاكاو وبيقول تلاتة من الصرافيم اكيد هم جايين علشان يحاربونا وبيطلب من الصرافيم الدب انه يهجم على واحد منهم ويدمره لكن فجاه بيلاقي سنتمورا بتطلب من الدب انه يتخلص من مسؤولين الح اللي جنبه ساعتها كاكو بيهرب وبيقول فعلا ده ممكن يحصل لان الصلاحيات بتاعتها في الاوامر اعلى مننا بكتير وساعتها بيهجم عليهم الدب وبيدمر الدنيا يا الهي والله احسن انا ما بحبهمش الناس دي وقتها الستسي بتقول ان فعلا موضوع رتبه الاوامر دي مشكله جدا لان اوامر السرافين بتختلف عن الباسيفيستا وبنعرف ان في اشخاص معينين هم اللي ليهم سلطه كبيره جدا يعني الجروس كلهم سلطتهم اعلى سلطه ومفيش امر يعلى عليهم واللي تحتيهم بالظبط هو الدكتور فيجابانك ونسخه كلها واللي تحتيهم هي سنت واي حد معاه شريحه الارسال زي كاكاو ولوتشي والفريق بتاعه بيقول كاكاو احنا لازم نتصل باي حد من الجروسي علشان يوقفهم لكن ساتسي بتقول له ده مش هينفع نهائي لان لازم الامر يكون مباشر من الشخص اللي قدامه بيقول كاكاو انا لما بفكر في الموضوع ده بلاقي اننا لو دمرنا اي حد منهم هتكون خساره كبيره لينا وبيشتم في لوتشي لانه هو اللي دخلهم في الوضع ده بعدها بنشوف لوفي هو بيدي واحده جمو جمو لوتشي بيخليه يجيب دم من بقه وفعلا بناخد ان لوتشي بدا يعاني مع لوفي بتنادي سنتمورا على ايه السنيك وبتقول له ودي كراسين القش عند صاروخ الشفط علشان يطلعوا الفيجا بانك وبتامر الصرافيم التانيين اللي معاها انهم يهجموا على السي بي زيرو ويخرجوهم كلهم بره الجزيره ووقتها بيلاحظ جيمبي شكل السرافيم كلهم وبيقول ان السرافيم دول كلهم بيشبهوا اعضاء الشتشي بوكاي السابقين ولكن انا ما كنتش متوقع انهم هيستنسخوني انا كمان وساعتها كل الصرافيم بتبدا تهجم على البحريه وبتدمر فيهم بعدها بنشوف لوفي وعمال يهاجم على لوتشي لكن لوتشي بيقدر يهرب قبل ما ضربه لوفي توصل له وساعتها لوفي بيخبط في النخله اللي وراه وبيرتد على لوتشي وبيطيره اخر الدنيا وبيفضل يضحك عليه جامد جدا في الاثناء دي بقى بينادي لوفي على سنتمورا وبيقول لها عامله ايه يا راجل الفاس انا ما شفتكيش من وقت طويل جدا لكن بيتكلموا سنتمورا وبتقول له ما تناديليش بالاسم ده يا قبعه القش وبعدين احنا مش اصحاب علشان تتكلم معايا بالطريقه ديت ما تنساش ان احنا اعداء بس بالمناسبه انت هتاخد الراجل العجوز ده معاكم وهتهرب ولا لا فبيقول لها عادي ومفيش أي مشكلة هو طلب مني كده وأنا هاخده معايا فبتقول له والله أنا مش واثقة فيك أصلا يا قبعة القش وبعدين مين كان يتوقع إنك تكون واحد من أبطال البحر وحتى إني مش فاهمة الشكل اللي أنت فيه عامل ليه كده لكن فجأة وهي بتتكلم بيطعنها لوتشي بالمخلب بتاعه بيجيب أجلها وساعتها بتقع على الأرض وشكلها ماتت ولوفي ساعتها بيشوف الوضع قدامه بيفضل ينادى عليها بحرقة شديدة بيتكلم لوتشي وقتها مع نفسه وبيقول كل اللي علينا بس إن إحنا نقتل الأشخاص اللي بيحملوا شريحة الاوامر الاعلى مننا وبكده دلوقتي كل السرافيم هيطيعوا اوامرنا وما فيش حد هيهرب من هنا ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك وانك تصلي على النبي محمد وتستنانا الفيديو الجاي علشان اللي جاي دمار جدا ويلا بقى سلام